السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عندما تكون مسيرتك مع منصة أريد العلمية منذ تأسيسها وأنت تقف اليوم على ذات المنصة لتتقدم بأحر التهاني والتبريكات لها ولمؤسسها الأستاذ الدكتور سيف يوسف السويدي وكل القائمين على إنجاح هذه المنصة الرائعة، يمتلئ قلبك بالفرح والفخر والسعادة. تم اليوم الوصول إلى علامة فارقة جديدة مدتها 8 سنوات في حياة المنصة، مفعمة بالعطاء المستمر والمسيرة المشرقة والحافلة بكبرى الإنجازات العلمية والتظاهرات الأكاديمية المميزة، متمنيا لمنصتنا دوام العطاء والتقدم والتوفيق والتفوق خدمة لمسيرة العلم والعلماء. أيها الإخوة والأخوات، دعونا نبقى مخلصين لها بمتابعتها والالتحاق بها وتطويرها بالأساليب الحديثة والاستجابة لتحديات العصر والعمل من أجل مستقبل أفضل لنعزز مكانتها في التصنيف العالمي، كما نتطلع لإطلاق جامعة أريد الدولية قريبا جدا إن شاء الله تعالى، ولعل الأجيال القادمة تصبح جديرة بأسلافنا وتاريخنا العريق. مبارك لنا جميعا هذا الإنجاز وهذا النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.